بعيداً عن شواطئ دبي بأربع كيلومترات في عمق الخليج، في مشروع جزر العالم هذا، بدأت أعمال إنشاءات أول مشروع عقاري بتكلفة 3 مليارات درهم باسم قلب أوروبا. وعلى عكس سوق دبي العقارية في البر، يتحدث البعض عن تدفق السيولة على القطاع في البحر، فحسب هذا المستثمر باعت شركته 11 عقاراً بأسعار تتراوح بين 6 و16 مليون درهم منذ إطلاق المشروع ديسمبر الماضي. الناس مهتمون بشراء الفلل، فمنذ الإعلان عن المشروع بعنا 11 فيلا، كما أن الأسعار ارتفعت أكثر من 50% منذ أن بدأنا بيع المشروع. الوسطاء العاملون على الأرض يجدون نوعا من الإفراط في التفاؤل إزاء ارتفاع الأسعار بالنسبة التي تحدث عنها جوزيف في مشروعه البحري، لكنهم يعتقدون بإمكانية ذلك في مشروع يتسم بطابع خاص. إذا بتسألني أنا شخصياً 50% بفتكر شوي مرتفع، بعدنا نحن بأزمة مالية عالمية، يرتفع السعر ب 50% بمنطقة يعني it goes against أنا نحن ريل استيت كيف نشتغل فيها، عارف كيف؟ بس كمان معقول كتير يكون بهالجزر العالم which is a project unique project بالعالم كله، معقول يكون كتير ارتفع السعر، بس 50% بفتكر شوي عالم. مسألة ارتفاع الأسعار في المشروع وحتى إطلاق أعمال إنشاء بعض الجزر تبدو وكأنها رد على تقارير حول غرق جزر العالم وتأكلها في مياه المحيط، فإلى جانب نفي نخيل للتطوير العقاري صحة تلك التقارير، يؤكد جوزيف عزمه تطوير المشروع غير آبه بتلك التقارير. بالتأكيد هناك تأثير، لأن الناس يثقون بالصحافة، وها نحن نبرهن لهم أننا هنا والجزر لا تغرق، وشركة المقاولات التي بنت الجزر قدمت لنا ضمانا مدى الحياة. التقارير حول غرق الجزر ليست تحديا بقدر تحديات الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على 300 جزيرة مكتملة منذ عام 2008، فرغم بيع نحو 70% منها، تقتصر الأعمال الإنشائية على مشروع أو اثنين، مما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع الأخرى، وهو ما تجيب عليه شركة نخيل: اذهبوا إلى المستثمرين واسألوهم. رغم بدء تشييد مشروع قلب أوروبا وتحرك أسعار العقارات من حوله بالتبعية، قد يكون من المبكر وصف ما حدث بنقطة التحول، فالارتداد من القاص يتطلب عودة السيولة وتوضيحات أكثر حول ديون دبي العالمية، وسيكون مذهلا لو أن القطاع العقاري في دبي نهض من البحر. من جزر العالم في دبي، جمعة كاش، العربية.